السلام عليكم ورحمة الله. كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، فالمنتخب الوطني والبعثة الوطنية عانوا من مضايقات فور وصولهم مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام الكونغو الديمقراطية في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم بقطر. وترأس هذه البعثة فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. ففور خروج الوفد المغربي من المطار كانت هناك مضايقات من قبل عدد كبير من جماهير الكونغو التي سمح لها بالتواجد داخل المطار وخارجه، والتي كانت قريبة من اللاعبين والوفد الرسمي، مما عرقل بشكل كبير صعودهم إلى الحافلة التي لم تكن كافية لنقل كافة الوفد المغربي. وطالب الاتحاد المغربي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل أن لا تتكرر مثل هذه السلوكات، ولتوفير كافة الوسائل والسبل من أجل احترام الروح الرياضية أثناء تواجد المنتخب المغربي بكينشاسا قبل وأثناء المباراة. وعرقلت جماهير الكونغو الديمقراطية عملية سير حافلة المنتخب المغربي في اتجاه الفندق الذي ستقيم فيه بكينشاسا من أجل خوض مباراة ذهاب الدور الحاسم مؤهل إلى كأس العالم قطر 2022، وتجمهر عدد كبير من الكونغوليين أمام حافلة الأسود لحظة وصولها إلى الفندق، بعدما حطت طائرة المنتخب المغربي في مطار كينشاسا ليلة أمس الثلاثاء. وردد الجمهور الكونغولي عبارات التهديد والوعيد على مرأى ومسمع اللاعبين في محاولة تشتيت تركيز اللاعبين بشكل مبكر.